السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع الجميل دوت فيه ثلاث إمكانيات أو ثلاث حاجات أنواع من الذكاء الصناعي. أول حاجة AI Generator، وده بتديله تكست ويحول لك التكست ده لصور، والميزة اللي فيه إن هو فيه مودلز كتيرة جدا، يعني فيه أكتر من أداة لعمل صور بالذكاء الصناعي. في حاجات بتعملها أنيمي، حاجات بتعملها كرتون، حاجات بتعملها رياليستيك وهكذا. تقدر تختار اي صورة، مثلا انت عايز حاجة تتكتب على تيشيرت، اخترت مثلا الدوت، تبدأ بقى تكتب التكست اللي انت عايزه، تمام، وهو يبدأ يعمل لك الصور. هو كل يوم بيديك عدد من النقط، فانا استهلكت كتير النهاردة فمش عايز اضيع اكتر من كده. AI Editor ده بترفع اي صورة، ومن خلال الذكاء الصناعي بيبدأ ان هو يحسن لك الصورة. ممكن تكون الصورة واخدة ميل، يبدأ ان هو يعدل لك الصور وهكذا. في فيديو كنت شرحت فيه ازاي نعمل الشغل على الـ AI Generator، هحطه لكم في وصف الفيديو. طيب تعال نخش على الـ AI Token Avatar. ده بترفع صورة وتكتب تكست وهو يبدأ يحول الصورة ديت لشخص متكلم. ممكن مثلا اهو الشخص دوت، تمام، من الباب مش عارفه، تقدر تديله اي تكست وتقول له انا عايز تحول لي بقى الكلام دوت لصوت، وتبدا ان انت يبقى فيديو بيتحرك، تمام. ممكن تديله تكست سكريبت او تديله صوت، تمام، تفعل معاه صوت وهو يخلي ده هو اللي يتكلم. تقول له جنريت، بيقول لي ادخل بالحساب بتاعك. دخلت بالحساب واقول له جنريت، بيقول لازم تعمل ابجريد. هي الموضوع كله يبقى عندك نقط. انا عندي 100 نقطه، المفروض كل شويه بيديني، كل يوم بيديني 100 نقطه. طيب خلينا نشوف مثلا دي فيديو موجود. Hello, I'm Catherine Thompson, an experienced business attorney. I specialize in corporate law, contracts and intellectual property. With strategic guidance, I help clients navigate complexity. فانت ممكن تخلي الشخص يتكلم باي حاجه انت عايزها، يعني تديله بس صورة، ممكن صورتك الشخصية أو صورة أي حد. Hello, I'm an experienced individual with a diverse background. Through my dedication and الحركة بتاعت الشفايف وحركة كذا وحركة كذا، وكل صوت بيطلع الصورة بتتحرك بنفس الحاجة دي، يعني هي مش بتبقى حركة ثابتة، لا بتبقى مناسبة. مثلا في هنا أو ضمة، في فتحة للفم وهكذا، فبتبقى شبه طبيعية. طيب خلينا نروح، هي موضوع تحويل الصوت الكلام لصوت ب 200 نقطة وأنا معايا 100 نقطة بس. فخلينا نيجي هنا ونقول له مثلا إحنا عايزين إيه؟ كات ويز بيراميدز، تمام. وهنا هيعملها لي تيشيرت أبسط حاجة، تمام. هنا 11 نقطة فعندنا رصيد. تقدر بقى من هنا تقول انا عايز اربع صور او صورتين او كذا، تتحكم في الستايل. بس هو عمل لي حاجه بالشكل دوت، تمام، قطع مع بيراميدز. طيب خلينا نقول له كات بس ونشوف هيعمل لنا ايه. خلي بالك في حاجه اسمها لورا. لورا بيديك امكانيات خاصه بالمودلز دوت، يعني لما بتختار حاجه من هنا اللورا ده بيختلف تماما. اللورا ده تقدر تقول زي فلتر لحاجه معينه، يعني لما جرب مثلا حاجة خاصة بالكرتون يبدأ يجيب لك حاجات فلاتر خاصة بالكرتون، تمام. يقول لك مثلا عايز اشوف اقرب صورة بقى اللي انت عايزه، وتبدأ بس كده تختارها. مثلا عايز حاجة بالستايل دوت، الستايل الياباني، تمام، وتبدأ تقول بص كات عاملها لك ازاي بحيث انها تصلح انها تتبع على التيشيرت. واي واحد فيهم تقدر بقى تعمل لها ايه، تكبرها، تقدر ان انت تحتفظ بيها، تعملها اديت، تقدر ان انت تعملها داونلود، تقدر ان انت تبعتها على الكلاود، تقدر تعملها ديليت براحتك خالص، تمام. بص الستايل اختلف تماما ازاي لما مجرد بس ان انا قلت له ان انا عايز تضيف لي لورا على الموضوع. فاللورا دي بتغير تماما الصوره اللي هتطلع، تمام. يعني انا ما غيرتش لا في الكلام ولا في المودلز بتاع الذكاء الصناعي، اغيرت بس في اللورا. خلينا مثلا نختار حاجه بالشكل دوت، تمام اهو.
خليني ألغي ديت ونلغي الستايل التاني. لو خلينا نختار الستايل دوت كونفيرم وتعال نعمل الصورة. الصورة بتختلف تمام، النقط بتاعتنا خلصت خلاص، نعملها فين تاني بقى. طيب خليني ألغي اللورة خالص ونجرب حاجة تانية. طيب كات برضو، بس هقول له ان انا عايزها بكونسبت كريتور. تمام جنريت. دي الصورة اللي طلعت لنا، وهكذا تبدأ بقى تغير في الصور زي ما انت عايز.